إليكم آخر توقعات ميشيل حايك الذي يتنبأ بها في النصف الآخر من شهر أغسطس. كل تنبؤات تثير الذعر بين الجمهور. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. كبيرة. ويظهر في الفيديو المتداول على نطاق واسع ميشيل حايك وهو يقول جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت، حيث سبق لميشيل حايك أنه توقع موافاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم عندما قال إن هناك وجه لبناني في الإمارات سيتصدر الأخبار، ليتم الإعلان بعدها بيومين عن وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم داخل منزلها في دبي. وإليكم آخر توقعات المتنبئ ميشيل حايك التي تثير الرعب بين اللبنانيين ويتوقعها في خلال شهر أغسطس الجاري، حيث يتخوف اللبنانيون من توقعات الخبير الفلكي ميشيل حايك والتي دائما تنظر بحدث ضخم سوف يحدث في لبنان في عيد أحد القديسين أو عيد السيدة الذي يصادف ليلة 14 و15 من أغسطس الجاري. ورأى المنجم ميشيل حايك في حديث لإحدى الصحف الفرنسية إن حدثا كبيرا يتزامن مع عيد القديسين أو عيد العذراء، مؤكدا إنه لا يعرف تحديدا من الذي أو ما الذي سوف يحدث، لكن الأمر سيكون مزعج كثيرا. وأكد ميشيل إن العاصفة الاقتصادية والصحية اللبنانية تهدأ مع ظهور العواصف الطبيعية في المواسم المقبلة، ولكن حتى ذلك الحين سيكون الضرر لا يحصى ولا يسلم شيئا. وكما يقول التعبير بشكل جيد فإن الأخضر واليابس سوف يتعرضان للتهديد. وتابع الخبير الفلكي توقعاته وأنه يرى صورا مثيرة للجدل في ثلاث أماكن منها بعبدة والحكومة والبرلمان مع قاسم مشترك واحد كلمة الفراغ. يذكر أن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن أكثر من 170 قتيل وأكثر من 6000 جريح وعشرات المفقودين، بالإضافة إلى تدمير المنازل المحيطة بالموقع. كما أعلنت الحكومة اللبنانية العاصمة بأنها منطقة